بالنسبة للمنتخب الوطني النسوي يقدم الأداء جيد في جوج مباريات الأولانيين، ما حلفوش الحظ في جوج مباريات آخرين لأنها كانت تلاقى مع المنتخبات قوية. المهم على كل حال المنتخب الوطني راه قدم الأداء جيد، راه شرف الكرة المغربية وشرف المرأة المغربية، تبارك الله عليهم. أنا كنقول لهم ما شاء الله عليكم، تبارك الله عليكم. إن شاء الله في تظاهرات ليماجين كما كان الحال حنا اكتسبنا واحد المنتخب قوي مزيان اللي كنفتخروا به قدام العالم وكنفتخروا به قدام الناس، وان شاء الله في المستقبل غادي يكون عندنا منتخب احسن من هكا. هذا اللي كاين. واش كتشوف يعني القياده ديال هاد رونالدو يعني اطرات بشكل يعني انه المنتخب اطرات عليه ديك الربح اللي ربح، هو ما كانش باغي يربح بديك النتيجه، ولكن المنتخب الوطني حتى هو ما كانش في المستوى صراحه. نتمنوا ان شاء الله يكون عندنا منتخب في المستقبل. اما دابا الحمد لله على كل حال كما كان الحال شرفوا المراه المغربيه وشرفوا الكره وهزوا وفعوا الرايه المغربيه، راه ما كناش شحال هذه ما كناش كاع كنحلموا بهذا الشيء هذا في 2023 ولا كننافسوا في تظاهرات كبارين، راه ما شاء الله عليهم. تحيه للمراه المغربيه، تحيه للاعبات ما كانوش اليوم في المستوى يكونوا في المستوى في المستقبل ان شاء الله. تحيه للقجاع اللي كونوا المنتخبات مزيانين، جوج المنتخبات المنتخب الوطني ديال الدراري والمنتخب الوطني النسوي تبارك الله عليه. تحيه للقجع من هذا المنبر، وتحيه للمراه المغربيه في جميع المجالات اللي كتشرفنا، كتشرف المغرب في جميع المجالات. هذا الشيء اللي كاين. منتخب فرنسا منتخب ديال الدريات راه تبارك الله راه داروا داك الشيء اللي عليهم، راه في حد ذاته هذا انجاز. التاهل ديالهم الدور الثاني راه انجاز، راه داروا اللي عليهم والدريات مازال خاصهم شويه الخدمه. ودابا يلاه كنزيدوا نطوروا في الكره النسائيه، يلاه غادي تزيد تطور دابا. منتخب فرنسا راه منتخب راك عارفين نتوما، راه منتخب راه اللاعبات ديالهم راه كاملين تيلعبوا في الاوروب يعني، والدريات حاجه وحده داروا خايبيه دخلوا خايفين، ما دخلوش تيقين في راسهم. كون دخلوا تيقين في راسهم بحال الماتشات اللي دازوا كون داروا شي حاجه. وبرافو ليهم والله يخليكم لينا الدريات، وان شاء الله من هنا للقدام شي كاس افريقيا ولا شي كاس العالم. يعني ربما احسن يعني المكانه ديال رونالدو ربما في التدريب، يعني المنتخب دويوك كانت عندك هيرفي راه بطبيعه الحال هيرفي رونالدو راه حافظ كاع الخبايا ديال المنتخب وديال الكره المغربيه، يعني حتى هو كان واحد العنصر في هاد الهزيمه هادي فهمتيني. وكيف ما قلت لك راه الدريات راه داروا اللي عليهم، والدريات راه تبارك الله راه كيبقاو الدريات مادام وصلوا للدور راه تبارك الله عليهم وصافي. خويا اللعابات جاوني خانتهم الثقه، لا اللعابات مولفين فهمتي، ما مولفينش لي كومبيتيسيون اللي كبار وهادشي، مولفين كيلعبوا فهمتي شي كومبيتيسيون اميكال وهاد كومبيتيسيون اوفيسيال جاتهم شويه قاصحه. وكي راه عندنا الرباح بدا كنا كنتمنوا نتاهلوا لكاس العالم، ولينا تاهلنا لكاس العالم شويه دزنا التومون هادشي، راه هذاك هو الرباح. وخاصهم صعيب راه كنا عارفين وما يخسروا حنا، راه حاجه باينه كنا متاكدين منهم ما يخسروا. واخا يعني كتشوف احسن القياده ديال هيرفي رونار يعني علاش واحد الدور عدى واحد لافالور كبيره، صح عدى واحد لافالور كبيره باش يكون مدرب ديال الرجاله ويشد الدريات، راه باينه يكون راه حاجه باينه. نتمناو من القدام ان شاء الله عاودوا يخدموا على الدريات الصغار، يخدموا على فهمتي خدموا على الدريات الصغار شويه باش يطلعوا باش يطلعوا لنا واحد الجيل اخر يكون زوين ان شاء الله، خصوصا في حراسه المرمى. حراسه المرمى خاصه خدمه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.